يا مرحبا ترحيب البدو بسيت اعداد ما هبت هبوب عدية حياتكم انت والفرسان. ها شدوا حيلكم، ترى بعد بكره الظهر لا صار ظل الوتد الشمالي للخيمه تحت اول عقده بالطنب. كوماندانت حنا ب 2013 وتوك ما تقول الساعه لايك افري بادي ايلس. ايه عندنا بروفه اخيره الساعه 8 الصبح ونكون جاهزين. هاو اباوت يو، اخترت الاكت اللي بتقدمها بفقرتك بالحفله؟ اوكي وهالسنه مختار لكم شيء يفطس من الضحك. I can't wait to see it. مع اني متأكد ان فيها جحا زي كل مرة. اكيد ما فيها شك. استيقظ جحا ذات يوم على ضوء الشمس. اشتقنا لك يا منازل، كيف هي احوالك؟ يا لسعد منازل الذي يقف امامه قمران ويسالاني عن حاله، هو باطيب حال الان. I am super lucky. همر على الديار ديار ليلى، هقبل ذا الجدار والجدارة، هو ما حب الديار شغفنا من قلبي، ولكن حب من سكن الخيامة. كلانا مظهر للناس بغضا، وكل عند صاحبه مكين، تبلغنا العيون بجسمه بما أردنا، وفي القلبين ثم هوى دفين. يا وري التزم بالنص. ها يا سلام يا سلام يا سلام، الأداء والحوار كان رائع جدا، لو كان عندي كاميرات صورته في المهرجان كان. You still can go to can. Can you? أهم شيء لا تقول كان. جحا والحمار وجاره، تقول القصة. قرع باب جحا ولما فتح جحا الباب لقى جاره وقال له جاره، خفك يا جحا تراني طالبك أبي حمارك لكي يذهب به للسوق. تلفت جحا عاين يمين وعاين يسار ثم تلحلح ولا لقى رد، وقال لكن حماري ليس هنية. ثم سأله جاره قال وين ذهب حمارك يا جار يا العزيز؟ أجاب له جحا وقال له أخذت زوجتي أم الورود إلى البستان. في هذه اللحظة قام الحمار ينهك، قال جارة أبقى حمارك بالبيت وأنت تخرط علي يا جحا، وعبس وجحا وانصبك وقال ويحك يا جاري أتكذبني وتصدق حماري. جحا هذا. توقف عن إهانتي، حفلة وهيلمان على حساب سمعتي زورا وبهتانا. والله لولا الحياء من قيس بن الملوح ورفقته لشهرت بك عند القاصي والداني، ولكن حسابي معك فيما بعد. أوريك أيها المطفوق. أبكت على مكي اللحية الغانمة، ما عاش مني غلط علاك. يلا حيهم يلا حيهم. اسمع يا جهة، ترى حنا ما نعرفك إلا بسلامتك، لكن مصقال الوحيد اللي ما سلمت من لسانه ما يجلس بمجلس إلا ويطريك بس والعلوم الردية وسوادة الوجه. سوف أجعله يندم يا طفاش.
الشيخ طفاش يا طويل العمر، جدي كان الشيخ وقعد له جد مصقال يتكلم في ظهره ويقول عن سواليف ما تنقال، الين خذ الشيخه منه. هذا ما هو بشيخ ولا درى عنها احد. المهم يا جحا، انا من شفتك وانا ودي اطلبك، تكفى تكفى تقص علينا شيء ما سمعناه من ذا الكتابات، ابى اسمعها منك انت. حسن حسن، سوف اخبرك بحكايه مصقال والعشر حمير. احتاج مصقال للحصول على مبلغ مالي لشراء ارض، فقال لزوجته: يا حرمة أخرجي لي العشرة حمير، أريد أن أبيعهم. فأخرجتهم من الحظيرة، وركب مصقال على واحد وقاد الباقي. حسب عددهم فوجدهم تسعة، وفي طريقه وقف يشرب من بئر والتفت يعدهم، إذا هم عشرة. وواصل طريقه للسوق على حماره فعدهم فإذا هم بتسعة. عاد يلوم زوجته فصاحت: بالتأكيد تسعة لأنك العاشر وما حسبت نفسك. مساك الله بالخير يا جحا، ولا يهنون الربع. ماذا تريد يا مسكال؟ مو كافي فضيحة الظهر؟ جاي تعيدها العصرية؟ لابداً لابداً ماني بعايدين شي، الله يرضالي عليك. يشهد علي الله يا جحا انك من يوم زعلت وانا زعلت اكثر من كني مزعلك، وانا اقولها لك صاد زعل يا جحا، ترى انا مبطي من يوم اني وراح وانا معجب فيك، وترى اللي انت سمعتني اقوله ترى ما غير مزوح، الله يرضالي عليك. نستأذنك يا شيخ طفاش ومن معك، نلتقي مرة أخرى وسأخبرك بحكاية مصقال والناقة المجروبة. مساء الخير يا شيخ، اعتقدت أنك تكون في حالة يرثى لها، لذلك أحببت أن أتي وأطمئن عليك وأتمنى أن تهدأ. وشلون تباني هدأ والغبي هذا اللي اسمه جحا يتكلم علي عند ربعي وأنا مدري، وسواياها الشين اللي هو يسويها يحطها فيني أنا ويقول أن أنا اللي سويتها. لا، واللي يقهرني أنه رايح للطويل الهبيل طفاش ويقول لي: يا شيخ أطمئن جت الشيخة. الحق علي أنا اللي قدرته وغليته، أنا لازم أنتقم من جحا، يا أنا يا هواه في الديرة. وظل مصقال يزور جاره المسكين كل يوم بحجة المسمار. حتى صار مسمار مصقال مثلا عند العرب. لقد قطعت بطني من الضحك يا جحا، تكفى تكفى والذي يرحم والديك. خلاص يا جحا، إنف تنكيتا على الشيخ مصقال، لأن my dad doesn't deserve it. ما بك يا منازل، لا أفهم بعض ما تقول، هو من بدأ؟ بس تراه ما يدري أنك حي وأنك سوف تأتيه إلى بيته. حسن حسن، سأحكي في موضوع آخر. نعم، عندي حكاية اسمها مصقال والدجاجة العجيبة. أنا شفته معقيش ومنازل في دار قصدي عند الراح والدقوي كلهم يا شيخ. عقوس يخرب علي حفلة ولدي حبيبي معتز ويفرق بين عيال الديرة، وتباني يسكت له؟ والله ما تركه لنا بلغ عليه. لا 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 يا مصقال، أنت البادي، أنت اللي جمعتنا هنيا واخطيت على الرجال. يا الربع أنا ما اخطيت، ويش اللي درين انه بيجينا من هاك الزمن ولا كان إيه لو دريت انه بيجينا من الدولة الأموية كان ما جبت طاريه، بس ما دريت. انا بنشدك يا ابو عرفان، لو تدري ان خويك هذا وش اسمه لو تدري ان ولد حيان بيجيك بكره للبيت اكيد ما انت بقاري له. بالعكس، سوف اقرأ له المزيد لكي اكون مستعدا لمواجهته ومناقشته في كتاباته. اب كنت وش تقول؟ مستعد مواجهة؟ اي بالله هذه هي، ابا واجه. خرج مصقال لصيد البط عند الغدير، البط فغمس خبزته في الغدير وأكلها. سألوه لماذا؟ قال: لا فاتك البط لا يفوتك المرق. مرة ضاع حمار جحا ودور على ما لقاه، وبكل مبدول تدرون وش يقول؟ يقول: الحمد لله اني ما كنت راكب على. جاء رجل عند مصقال وقال له: لو تحزر ما بيدي سأصنع لك منه شكشوكة. فقال مصقال: أوصف لي شكله. فقال: بيضاوي أبيض ومن الداخل أصفر. فقال مصقال: بطاطس مقشر ومحشي جزر.
وين هويتك؟ هويتي في رأسي واسمي جحا. إثباتك إثباتك، وين إثباتك؟ شو إقامة ما إقامة؟ الله وكيلك نسيته بالبيت. طيب وحماري يا زلمة؟ بدي حماري دخيل عينك. مبروك النكتة هي جديدة يا حبيبي. بالله شو هي النكتة اللي عجبتك ومخليتك مشقرق هيك؟ أبكى النكتة اللي عجبتني جحا والجوازات وحمارة.